انتم لما هدمتم بيوتنا وبهدلتمنا وقشمرتمنا، ما ديون تبنون، ما تعملون، ما تكملون. اي والله سوريا انهدمت، عيب عيبنوها، وهي الدولة ما عندك شيء، وانتم جيتم على هالمحافظة هاي دمرتمها ليش؟ نحن فلسطين، فلسطين هاي فلسطين، اسرائيل ما حد تعمل مثلها. وانتم تقولون نحن مسلمين ونحن عراقيين ونحن كذا ونحن كذا، خربتم الموصل ليش؟ ما تخافوا من الله؟ انتم ما عندكم خوف من الله، نعرف نحن. بس راعوا انفسكم شويه، شويه فكروا. يعني هذا وكل كل مقاعد على منصب وقال صحيح قدوس؟ دقوا على البيوت، دقوا عليها كذا. خلي يصبرش على البيوت. تقولون والله رجعت ناس، ايه ما رجعت. منو رجع؟ يرجع على ايش؟ على الانقاض؟ ينام على انقاض؟ الساعة شوية عيب عليكم الساعة. انتم ما عندكم أي خجل، من كبيكم من فوق إلى جوا. والله خجل ما عندكم. والله راح تشحطون بالشوارع. أنتم ماكو شوادم. ايش هي نقص الخدمات؟ ايش هي الخدمات اللي نقص؟ كل شيء ماكو، أي ما خدمات. والله لا ماي، لا كهرب. البيوت واقعة كلتها، لا حد عوض. لا حد عمل شيء. يقولون عن ابني ايه ما بناء، ايه ما تعويض، ايه ما مساعدات. اشني اياه والله عصا تموينيه ماكو. البس هاي قومتم الدنيا عليها كلتها، البرلمان والدنيا كلتها على الماي. يقول له تعال على الموصل وشعو البلا ماله. بلا اي بلا. الناس كلها مشرده، الناس كلها قاعده بالشوالات. ما تستحون؟ نعلة الله عليكم، نعلة الله عليكم، نعلة الله عليكم. احنا موصل القديمة خاصة وخصوصا اكلناها ازيد من كل باقي الاحياء، كل الحروب ما تدمرت مثل هذا التدمير. حصار، أكل، أكلنا حشيش، خوف، جوع، أطفال ماتت، اللي يروح يجيب يروح يجي له ماء يموت بالطريق. لا حمقاحش أكلنا، لا لا حكومة، لا هاي لا تدحق علينا، لا يجي محافظ، لا يجي مسؤول، لا يجي رئيس النواب على أساس جاي من هوني، قطعونه للشارع من الصبح للمغرب، من الصبح للمغرب. ما جاء رئيس النواب، لا ابد ما ابد ما حد جاء. لو ما الله خرب الله على هالمنظمات هذه، جت عمله الماي، الكهرب، والبيوت كلها ما رجعت. البيوت كلها ما رجعت، كلها مهدومي، كلها مهدومي، كلها مهدومي، ما حد رجع. كوي 20 عائله ماكو هسه تبع المنطقه بالسرج خانه وجمع الكبير. وين التعويضات؟ قدموا على تعويضات، ماكو تعويضات. لا مساعدات، لا مدارس، لا مستشفيات، لا مستوصف، حتى مضمد ما عندنا، يعني واحد يتوجع بالليل ما نعرف وين مودينه. لا اكو سيارات بالليل، لا ابد لا اصلا. إيه ما يخافون من الله، صعدناهم لي فوق. خي يضحكون على هذا البشر. الماء راح يموت بالحرب، الماء مات بالحرب، هسه راح يموت من الجوع، من الجوع. ذاك اليوم، هذاك اليوم كنا حصار وكنا حشيش، هسه منين عندنا حصار؟ لاحظوا شو كنتوا؟ يعني ما وين الحصار؟ هم حيحاصرونا، حيقولوا اطلعوا من بيوتكم. اطلعوا من بيوتكم، ما قيدكم، انت ما عراقيين. خلي يضحكون على هذول الناس، انت صورت الخراب والهذي؟ قاعدين بنص مزابل. بنص مزابل قاعدين. اريد افتهم، اذا يقبل المسؤول يقعد مثل ما احنا قاعدين. ها؟ قول له اسرائيل ما عملت فلسطين اخر، ايه خلي يسمعون. اي والله هو كان اذا يقبل المسؤول يجي يقعد هوني، خلي يجي يقعد واحد يقعد ببيته. ياخذ الراتب ويحطه بجيبه ويمشي. ما يقول هذا الشعب اللي صعدني لي فوق. يعني هاي القديمه الله يعني غضب عليها، هي مغضبين علينا. يعني ليش؟ لا مدارس، لا كل شيء ماكو. كل شيء ما... لا خدمات، لا بس والله مزابل قاعدين فوق، والله بنص مزبلي. ما يخافون من الله، ما يخاف ما... يعني يا برا
قال لا تخاف من عندنا، خاف من الله. ما تعمل الله، ما تعمل الله شيء مليح، حتى غدا الله سبحانه وتعالى راح يحاسبك، راح يحاسبك قوي. سيدنا عمر قال إذا نعجة عثرت بالعراق الله راح يحاسبني. يا ولك هذا بشر الله خلقه مكرم على كل هذه. يا ولك انت خافوا من الله، خافوا من الله، خافوا من الله. ليش هكذا انتم؟ ليش صعدناكم وتدوسون بينا؟ دعقوا على هالبشر، هجمتم بيوتهم، انتم هجمتم بيوتهم بالصواريخ وبالهاونات. دعق هاونات وصواريخ، ما طلعوهم خارج الموصل، فوتهم على الداخل. تريدون تقتلون اكثر بشر من عندنا؟ انا مصاب، ابني مقطوع ايده هم مصاب. ليش 12 واحد مصابين بيتي؟ دق هاونات يوميا 500 صاروخ 600 صاروخ. اخوي احنا منطقه جوان كبير، لا احد يجي علينا، نخاف. العالم جوان واقعه، بيوت جثث، يجون يصورون ويطلعون. ما ايش البرنامج هذا؟ يصورون ويطلعون. يا ابو عمرو الشهر الجاي، الاسبوع الجاي، الشهر الجاي، نخاف. جثث، شغل ماكو، الشواء كلها طشات، فيضان يصير، فيضان. الهوية طول شهرين ثلاثة، كفيل، تبدي الهوية طول، الزعامات، من الصبح يمرق، من الصبح العصر، بعد باشر، وبعد باشر، بالشرة. اكو عمار مناطقكم؟ عمار ماكو. ايش هي نقص الخدمات اللي عندكم؟ والله تبي شوارع، تبي شنقاط، مدارس، بيوت، مستشفيات، شغل عمل، هذا تجع الحياة، كل شيء ماكو. هذه ما حنا زاكم من الحكومة؟ يجون طبعا شنو يقولون هذا كل شيء ما حيجينا، ما حد جانا من الحكومة. تعال يا زين تبكي، ما حد جانا. ايش تطالبون؟ نطالب يجون يوفون يعمرون مدارس، جوامع، بيوت، رواتب. العالم خارجوا. بالنسبة للخدمات ماكو خدمات. إذا شفت سواراك كلها مزبلة، كلها نفايات، وعدونا على أساس راح يشيلون النقاض، وكل شيء ماكو. أي دعم حكومي ماكو، دعم ضئيل جدا من المنظمات الخيرية. خلي أقول لك بالمية 15، والأطفال الساعة فد الساعة أوقف هنا، راح أشوف الأطفال شلون يطلعون من فوق ليجة وتراب. وانت انظر بعينك هالشوارع هاي والافرع هاي، لاكو خدمات، لاكو رصيفه بخير، لاكو اناره، لا كل شيء ماكو. زين هل اكو جهه دعمتكم بانه عوضوكم عن البنايه بانه كل تعويض ماكو؟ وعدونا وجا المحافظ اكو تعويضات وكل شيء ماكو. وجت منظمه اخذت مستمسكاتنا المربع الذهبي ووعدونا وكل شيء ماكو. كلها وعود ابو وعود، اي تطبيق ماكو، اي شيء تطبيق ماكو. شنو الصعوبات اللي تواجهوها هنا بالمنطقه؟ المواصلات من الايسر على اليمن. بالليل هذا راح تصير مقبره. هذه بالليل اذا تجي انت بالليل لاكو اناره، لاكو كهرب، كل شيء ماكو. بس انا اقول لك المي باليومين ثلاثه ينقطع، نص نهار نهار الاناره ماكو. احنا تسال واحدين بالمكاوي اناره ماكو، بالاعمده ماكو كهرباء. والشوارع شوف انت قدام عينك ماكو شارع مبلط. بس تمطر بعد ما حد يروح ولا حد يجي. وانا شايل هم انا باشر عقبه جاي الشتاء، اذا مطرت من راح يروح المدرسه؟ الناشد الحكومة بأن تعمل الشوارع، لأن أولادنا كانوا على المدارس من تبطوا ما حد يروح على المدرسة. بعدين نطالب وزارة التربية يوزعون جزء من الأطفال يروحون على المدارس.
ثلاث مستوصفات ماكو هوني. تجي مستشفى متنقلة نوقفه يعني ما يقبل يقف، يريد بسوق الشاهين. هوني مناطق ما عجوز ما كبير ما تقدر تروح منهم لسوق الشاهين. ايه مستشفى نريد لنا، نريد لنا شوارع. إنارة بالشارع ماكوش، هاي الأنقاض دق عليها صالة، نحن من سنة ونص نتحررنا مع الشال من هاي الأنقاض دق عليها. مقبرة هوني، وبالليل ما حد يطلع من هوني، ظلمة، خدمات ماكو صفر. بالنسبة للتعويضات؟ التعويضات وعود بدون تنفيذ. أي تنفيذ ماكو. عمل فايل. عمل فايل، عمل شغلة وماكو كل شيء. تجي منظمة يابا ده عمر بيتكم يابا تعال شوف، يقول انا طابق ثاني ما اشتغل يابا ما يخاف طابق ارضي. واحد قال له يابا نشتغل لك بالبيت بس نعمل لك غرفه غرفتين وتشتغل انت وبعدين احنا نعطيك الفلوس. هو لو عنده فلوس كان هو عمر بيته، ليش ينتظر المنظمه؟ قالوا نحن تعمر ونحن نجي نعطيك الفلوس. وهذا من يعمر ما يقبض من المنظمه. مجاري ماكو، عائلة انقاد عليها والأوساخة وأنا يعني أطفال ستي تعبوا من هالرصيف، على ذاك الرصيف ما تقدر تتعبوا من الأوساخ. وسع شوية دق تطلع المدارس وتعال الشعب شبعانين طلاب. والله ابني يوميا يجي من المدرسة أبالله القميص والبطلون يغسلوا له بالبيت، يعني يوميا هالسعدين السيف عين غسل ويبس، هذا الشدي لازم يومين عم يبس. زين نبغى نتناشد بأنه على مود ناشد الحكومة، هي لك عايش حكومة هسا أبو الرجل أبو البيت هو يقوم بواجب بيته، نحن الحكومة تغير تقوم بواجب هالشعب. لك عايش انتخب نام وقعد نام على الكراسي، لكن بس ساكت نسيونا. بس وقت الانتخابات شفناهم، وقت الانتخابات ولا شفناهم يعودونا نسوي كل شيء ماكوش اي شيء ما قدموا لنا، بس يعودونا. والله يوم الانتخابات انا التقيت مع عده برلمانيين ومسؤولين يعودونا وماكو كل شيء. نحن نرحب بكل شريف وكل اصيل يزور المناطق المنكوبه، كل مناطق الموصل جميعا ما نخصص مكان. المناطق المنكوبة دعمه الحكومة الاتحادية إعمار المناطق القديمة المتضررين والمضرورين كلها من ناحية المدارس المستوصفات المساعدات الخيرية. شفنا كم منظمة جت خيرية ساعدت الناس والحكومة تشرف عليها. شوف لي وين راح تصل المنظمات حتى على ما تصف الميزانية. والله الميزانية خلصت مال هاي السنة، هاي انتهت. وين راحت؟ راحت للرؤوس الكبار، ونحن قاعدين ننتظر رحمة رب العالمين الميزانية مع الخيرات البلدية هاي. لاكو أعمار، وين الحكومة؟ ايش قدمت الحكومة؟ هاي البنايات القديمة كلها واقعة والعالم الأحجار فوقاتها، لا تقدر تصلح ماي، لا تقدر كهرب، لا تقدر تجيب وجبة غذائية يا أخي بالطين وبالمايات بالوحالات. وين سووا الشوارع؟ بلطوا الشارع اللي هم يمشون عليه، والشارع المواطن اللي شفص منه حالات ما يجون يمه. الانقاض متراكمه، نفايات صارت ما انها انقاض وانما مزاب النفايات صارت. وين؟ اريد اعرف اللي قدموه الحكومه سووا. هاي صار لنا سنه ازيد من تحررنا، قالوا بس نحرر القديمه راح ترجع القديمه احسن من الجديده. وين؟ كل شيء ما قدمه الحكومه الاتحاديه كل شيء ما قدمت. نشكر المحافظ ودعمه ومرافقة المنظمات والبلديات اللي قدمونه الشيء اللي يقدرون يسووه. بس أشنو استنجدوا بالمحافظات، دعمونا المحافظات بسيارات وشفلات ومكاين وآلات. بس أخي المناطق القديمة أعطيك الله وكيلك بعد على هالوضعية البطيئة بعد سنوات ما تتعمر هذه، على هالحكومة هذه حكومة انتقالية وبرلمان ويتكونون على الكراسي. هي الكراسي لمن هي؟ إذا ما الشعب مرتاح منها ليش الكراسي هذه؟ الميزانية لهم بس، يعني هذا حق الشعب يروح للخارج يعمرون أملاكهم كلها بالخارج ونحن قاعدين على تراب. أخي لا جامات، حتى حق النايلون ما يقدر يشتري خشب نايلون يخلي للجامات ماكو. لا جامات، طيانات الشوارع. زين اريد اعرف برد، اريد اعرف اي لا نفط اكو بعد، انتظروا عن ما تجي الحصه مال النفط.
زين الفقير هذا ملابس نفط يراد لهم جامات الابواب مشلع مخلين كراتين على هذه هاي ما وضعيه هذه هو يقبل المسؤول يقعد بنايلون على الشباك ماله او يقبل المسؤول يمشي بطينه بالتراب هل هو قاعد بالبرد خلي يفكر بالفقير هذا اللي واقع وكل هالضيم هذا اللي على راسه وساكت ويتحمد الله ويشكره رغم هالمصاعب اللي جرت والله قاعدين هم الشعب هم ايش هم إما انتوا اللي سويتوا هالبلوى هي هذه وقعت البلوى براسنا وانتم قاعدين تتفرجون عليها الحل النتيجه نحن نريد الحكومه تدحق على ربع القيمه اللي قدموها بس للبلد الثلاث ارباع خلي ياكلوها اذا الربع ما يقدموه شي يقدمون بعد للبلد خيراتنا راحت اذا يقول رئيس الوزراء الساعة الجديد ورئيس الوزراء القديم ورئيس الدوله اللي صار الساعة يقول انا همشي بالفقير هيما هتتكونون هذه الحصه لنا وهي حصه لنا هاي المقاعد لنا الى متى هاي تنتهي البلد يا صار لنا سنين ترى يا صار لنا سنين من 2003 نحن نعاني لهذا اليوم نعاني من هاي الحكومات ديمقراطية إيش جابت الديمقراطية هالمرة رجعتنا 30 سنة لورا الديمقراطية تعمر وتقدمت البلد الدحق على الفقير على المسؤولين يعني دقوا على الشعب هذا الشعب فقير الأردن ميزانيتها ربع الميزانية من العراق شوف الخيرات من الأردن للدول ليش نحن ميزانيتنا تعادل ثلاث دول هاي الميزانية ما لنا تروح هيجي هباء منثورة بس لا حول ولا قوة لأن الله اللي ما يسالم نحن بمنطقة القديمة وما مدرسة واحدة وكلتنا عم نتحاشى بيها وثلاثة قاعدين براحلة واحدة ونريد نستوعب الدرس ما عم نستوعبه وعم نروح ونجي على كلتنا طيانات واحد والراحة وكل يوم ملابس نغسلهم وضايقة المدارس يعني منطق احكي لي انت من تروح وتجي ايش عاد تقشع قدامك والله على شي الجثث والتراب وعم نرجع والشوارع عم تبهدل بيها وكل هالاشياء يعني ما عم نطيق نروح ونجي من الشفاء جاييني هوني عم نتبهدل والله وهاي المدرسة بس ببطن بمنطقة القديمة اشون هاي زين ايش تريد انت ايش تريد؟ نريدنا جزم تنظيم شوارع تنظيم شوارع ما يصير اكل متحاشكين ما نستوعب الدرس يعني كل ثلاثة اربعة برحلة وحدي ايش يصير هيجي؟ يعني حتى نريد نستوعب الدرس ما عم نطيق الجثث عاد اثر على نفسيتنا حتى عم نخاف نروح نجي ونخاف نفوت بالافرع عن يطلع لنا شيء يعني هذيك المرة عم نمشي ومانا اخوي غادي يشيله ما عم نطيق وينه؟ ايش الطالب؟ نطالب تنظيم الشوارع ورينا جزم ملابس والله ما عندنا فلوس نشتغل والمدارس يقولون روحوا وروحوا يجون وما نطيق بعد احنا من منطقة القديمة منطقة المكاوي عندنا بيوتنا وقعت ما بينا حال نعمرنا طابوقة هاي شوفون شوفت عينكم الناشد الحكومة هاي احنا من ناحيتنا بيتين كوم انقاذ واحد منهم عمرناه جدد عمرناه جديد ودينا وعمرناه 18 مليون هذاك هو كوم انقاذ المنطقة تقول تعال شيلوا بيتكم ريحة الجثث تقتل قمنا دينا وشنا ايها الروح علي سيد المحافظ انطانا ورقة قال انتوا تروحون على المقاول رحنا على المقاول يابا تعال السيد المحافظ قال الشيل الانقاذ ايه وباكر واليوم وباكر واليوم انتهت الحمله وما شالوا ابو خالص يوميه يعدنا باكر تعالوا باكر تعالوا وماكو هاي واحد من هذا قمنا عفناها دينا 750 رحنا على باب جديد على ابو الانقاذ اعطيناه 750 والحديد على التعويضات هل اكو تعويضات ماكو اي تفضل تكلم ابد ماكو اي تعويض اي تعويض ماكو نقدم بهالمعاملات نستنسخ من جيوبنا نريد نستفاد منه ماكو اي استفاده ماكو تجي انا اقول لك تجي المنظمات هل عنده عرف سووا بيته والما عنده عرف ما سووا بيته
وهاي هالشوفون شوفت عنكم دعقوا على انقاذ دعقوا على هذه خدمات شلون هاي هنا والله الخدمات بس تعبانه هالشوفت عنكم ولو لا اكو خدمات وتنظيف دعق على هذا التنظيف لو اكو العالم ترجع على بيوتها ماكو بلدية ما تفوت بلا فرع بلا زقة ما تفوت تتنظف تات هذا هسه أنا واحد يريد يعبر ما يقدر يعبر هالشوفت عنكم هلا مش شكلين تشكل دنفوت على بيوتنا وهاي هالشوفت عنكم وانتو شو تطالب انت هنطالب تعويض ترميم اشيل الانقاذ اريد كافي والله ملينا من المخيم والله ملينا وين نروح وين ننطي وجوهنا لا قرابة حن لا حكومة حن لا أبد لا أصلا على منو ننطي وجهنا اليمتة أسعد مخيمات حمام العلي قاعدين تجي صار المطار طارت الخيمة ذقوها نروح نختل جوا الشوادر جوا هذه وين نروح وين نروح بس قولوا لي لا بيت لا هذه هسه على الاقل لو بس ينطونا هذا التعويض على الاقل واحد يعمر له غرفه يعمر له خيمه بالقاع ماله يرفع الانقاذ منها أنا انصبت هنا بالبيت أنا ولد أخويا منصبوا معايا ولد أختي مرت أخويا دفناها بالحديقة عندنا بالبيت وأنا انصبت هنا رجلي راحت انقطعت وخدمات ماكو على إيش أقول لك لا خدمات أكو لا فلد يعني تنظيف لا مساعدات أحد يساعدنا الحكومة ما تساعدنا يعني أما رئيس الوزراء المفروض ينظر علينا إحنا المناطق القديمة يشوف المناطق القديمة شو متضررة والناس المتضررين تعويضات ماكو إلى حد الآن نشتغل بالمحكمة وماكو قبض روح وتعال والاستخبارات هاي صار سنة وشهر من كملنا المعاملة والإعمار والله ماكو إعمار الناس تجي مدنيين الناس هتعمر يعني ماكو حكومة ما قالت ساعدتنا وسوت إن الحكومة وهذه هالإعمار يعمرون الناس الخيرين الناس الطيبين عايزون يعمرون يصبون البيوت شوية إيه. ولا يعني الحكومة ما قدمت لنا أي شيء هنا. بالنسبة عندكم الطلاب مدارس شو يداومون؟ والله الطلاب عندنا الساعة الابتدائية فتحوا لنا مدرسة هنا. والمتوسطة ماكو متوسطة بعيدة ما موجودة هنا بالمنطقة يمنا. والله نطالب الحكومة إنه تعويضات فرد شيء فرد هذه يعني غراضنا ساجينا إحنا على البيت لا عندنا ثلاجة لا عندنا طباخ لا عندنا أي شيء. يعني ماكو أي شيء على الحديدة قاعدين نسب شيء صور بالبيت عندنا وشوفوا. كل شيء ماكو والله وكيل ثلاجة باقوها الغراض ما خلوا الكهرباء يا شالوها كلها والحمد لله يسوون الناس على المنظمات طبعا كل شيء راح بكم في منطقة دشة برقة منطقة عبد الخوبة يسموها المنطقة المنكوبة المنطقة تعاني لا زال يعني تعاني من خدمات كثيرة يعني اللي تعوزها. شغلة أولا الخدمات لحد الآن ما اكتملت. مسألة الماي والكهرباء تقريبا الحمد لله وصل الماي والكهرباء موجود. لكنه نعاني من قلة الخدمات المستوصفات المستشفيات يعني هسه بالحسبة أنه أكو مستشفى الجمهورية صور فتحت. بس وسائط نقل ما اكو، شارع لحد الان ما مبلط. ثاني شيء عندك معظم شارج التعويضات عندنا منطقة الشهوان. هاي عدد التعويضات اللي البيوت اللي متضررة هنا، منطقة بكاملها منطقة الشهوان لحد هاي الساعة ما نعرف مصيرها شنو. يعني مئات البيوت ناس تبهدلت، اريد لا اولا بناء ما اكو بيها، خدمات ما اكو بيها، وما يخلون احد يبني انقاذ ما لحد الان الجثث اللي موجودة. أريد نعرف مصيرها منطقة الشهوان إلى حد الميدان ناس نسمع أقوال شركات وتعويضات واستثمار ولحد الآن وين يعني إلى متى يعني هاي تظل هاي السالفة يعني هاي
تظل منكوبة يا شهوان الميدان؟ تظل؟ مرة سمعنا أنه طلعت وزيرة الإعمار، أنا بدي سمعتها، قالت عندنا خطة مال قبل 11 راح نعيدها على المنطقة، أشو وقت يعيدوها؟ إلى متى يعني؟ يعني هذا أمور يعني بشكل آلاف البيوت هاي من الشهوان إلى الميدان. يا ترى تكملة مال الكورنيش، تعويضات، ما حد يعرف. أي مسؤول يريد يجي هنا نفتهم من عنده على بيوت الناس. وصف صارت. لا زال مع العلم منطقة الشهوان لا زال أهاليها الأصليين لا زال هم ساكنين بها المنطقة. يعني إلى أن انهجمت هي لا زال صار هاي المنطقة أهاليها بها. يعني الناس تبهدلت. أريد نفتهم الحكومة وشكلت الجديدة يا ترى. نشوف إلى وين راح نصل. تعويضات لحد الآن ماكو أي تعويضات. هاي المنطقة اللي نشوفها هاي الإعمار. أنا بس شغلت أنه الحكومة اللي خلت بيها أنه يد من شهر الخامس بدأت حملة المحافظة اللي ترأسها شغلت أنه رفع الإنقاذ الماء والكهرباء جانا. هذا غير المحافظ ما كان هاي المنطقة ما حد جاء عليها أبدا. أنا أحكي لك إياها على منطقة من حد رأس الكور إلى حد هنا بس المحافظة أنا أقول لك كان يمرمر يجي هنا ورجل يعني إحنا العدل يعني طلبات اللي يطلبها من عنده والله ما قصر. احنا خلي نكون هذا واقع حال لكنه ما يطلع بيدي شيء ايش يطلع بيدي بس احنا نريد هسه تبيوت ما حد عدا المنظمات الاهليه ناس المتبرعين وقفوا بهذا الجانب. الجوامع هسه هاي المنطقه بيها خمس جوامع وين الوقف السني وين الايرادات مال الوقف السني وين هذا جامع اللي هسه وراي اشوفك اياه هذا جامع العذيباني منو عمره كلها ناس طيبين محسنين من هذه المنطقة وناس خيرين اللي هم وقفوا وعمروا جامع شيخ الشاط فاطمة بكر افندي عبد الله بك بهاي المنطقة أربع خمس جوامع لحد الآن ولا جامع ما تعمر. يعني خلف الله على الناس الخيرين اللي عمرون الجامع بهاي المنطقة كلها اللي يقومون بها صلاة الجمعة والناس اللي عاتي يعني وين الوقف السني ما يجي وين الإيرادات اللي تجيهم كانوا يجون ما يلحقون بس يجمعون ايجارات بعد الدكاكين والبيوت ما يصرفون على الجوامع وين؟ ما شغله يعني شغله لا تطاق. وين الحكومه المحليه؟ وين الحكومه المركزيه اللي هسه شكلت؟ وين التعويضات؟ هاي الناس ما حد عمر بيته من قبل الدوله نهائيا. يا ناس خيرين تبرعوا من بدت يعني من تقريبا بدايه هاي السنه بشهر الثالث بالرابع انفتحت هاي المناطق ناس خيرين فتحوها وأنا من الناس اشرفت على تنظيف هاي المنطقة كلها بس دعم من الناس الخيرين ولا دعم جاني من الحكومة أبد ما جاني دعم من الحكومة. نحن من منطقة عبد الخوف دكة برقة نشكي من حالات حياة صعبة ونريد من جماعة المنظمات أو الحكومة أو أي شيء تجي تعمل خير لهذه المنطقة لأن هذه المنطقة منكوبة وعوائلها النكبة والراح راح واللي قطعت ديها ورجليها راح امتهوا وهذه المنطقة لسه مهدومة لا حد ساعدهم لا حد بنها لا حد جاقها هذه المنطقة شبيها ما بيها. فنحن نطلب من الخيرين والطيبين أن يجون يشوفون هذه المنطقة المنكوبة شوارعها مهدمة الماي نعم وصل الماي الشهوان عندنا الميدان عندنا بلخ الشهوان والقلاعات فهذه مرة منتهية هي ودكت برقة. فنريد من الإخوان الطيبين الخيرين أن يجون يساعدون هذه المنطقة دكت برقة وعبد الخوف ونطلب من الحكومة الطيبين الخيرين يجون يراعون هذه المنطقة ما تشوفوها يشوفوا حالتها والله ليس عايشين مأساة عايشين بظلم ما يصير هذا ما صحيح هذا وين الفلوس راحت وينها خي تجي ينطول هاي يبنون بيوتهم يعمروها ليش؟ فنرجو من الإخوان المحافظة مجلس المحافظة أو المحافظة أو الحكومة البغداد أن تنظر لهذه المناطق عبد الخوف والميدان والشهوان ورأس الكور وقلعات لأن هذه من المنكوبات اللي الله غضب عليها وشكراً. ماكو دعم حكومي ما جاكم؟ أي دعم حكومي ما جانا بهاي المنطقة نهائياً. أنا من الناس اللي لهم بيتي ما أنا بالجديدة بس أنا هنا روحي هنا أهلي هنا أشوفهم يعانون
من كل شيء. مستشفيات القريب صح فتحت وعلى قلك والله ما عندنا كل شيء. فيجب ان يكون اسعاف في هذه المنطقه بالليل او يوم المركز او الجسر او تقف المنطقه حتى اذا احد اخطا طفل او حرمه وكذا حاله ولاده حتى هاي ساعات نقلها. نحن نحتار نطلع الطفل بنوديه الحرمه اذا صار الشمس بنوديها ماكو. يقول لك المستشفى فتحت يعني قريبه لا تروح عليها كل شيء ما عندنا حب ما عندنا. فاريد اسعاف حتى تتجه بي اسرع ما ممكن. واما من مساعدات من اي منطقه الحكومه جابت لاي منطقه ماكو. المي جاء تمام الكهرباء زي يجي منقطع ما مستمر وحاله تعسه لا يرثى عليها. فنريد من عند الطيبين والخيرين ان يجون على هذه المنطقه. ما نريد منهم شيء بس يدعون على الاطفال. نحن في المنطقة القديمة وتحديدا منطقة الفاروق ومنطقة حضرة السادة. يعني بالنسبة للتعويضات أو أي شيء ماكو أي شيء ولا دعم أي حكومة. نلاحظ هناك يعني الخراب والدمار والجثث يعني يمكن أزيد من مرة سوينا تقرير على هذا. وهل من منادي؟ ماكو منادي. أي دعم حكومي ماكو. مدارس طبعا صفر ماكو إلا مدرستين. العالم عتعاني تروح للمكاوي منطقة يعني شديدة الخطر في سبيل تودي ولادها وتجيبهم بديها. والمعيشة هنا صعبة طبعا الحالة يعني خاصة حلول فصل الشتاء مجاري منتهية. أي تعويضات؟ تبليط الشوارع ماكو. ريحة الجثث تجيب يعني العصريات وأثناء الهواء وأثناء العواصف اللي صارت قبل فترة. الناس عاد تشتكي الأمرين. هل من منادي؟ ماكو أي منادي سواء بس الناس الخيرين والناس الطيبين. رجعوا تقريبا فوق 50% المناطق اللي عمروا ببيوته ودينوا والناس طمسوا كهرب ماي الوصل طمسوا بالدين يعني يدينون من اقاربهم او اللي كذا وهذا او من محسن يجي يعمر لهم حائط او هاي كاعمار ماكو. انا اقسم بالله انه اكو جماعه هسه قاعدين بخيمه وبيته ينتظر يقول ما اقوم يا موت. نحن المستشفيات قاموا بارك الله بهم بنصب يعني هاي الشركات مستشفى الجمهوري مستشفى الحروق. بس الناس هنا ضعاف حال ما عندهم وسائل نقل تروح يجون المتنقل الاسعاف بارك الله بهم هنا على السلام في منطقة الحرية وكذا والفاروق. فينطون دول العالم وما يقصرون. نحن الناس اللي شفناهم هنا يعني جزاهم الله خير. الحكومة شفت شيء؟ الحكومة من بعد العيد لي حد لما بس أثناء الانتخابات صاروا علينا مطر وسع ماكو ولا نفاخة نار. ونحن نحكي ونحن عندنا الحل وهم أي حل ما عندهم طبعا ما يسمعون. أنا بس أناش الشغلة واحدة أي مسؤول يسمعني يسع هذا يحكي بس اقسم عليه بالله انه يجي ليله هو وعائلته يبات هنا بيت بس ليله ويشوف هو خاطر ايش قاعد يعانون هنا المنطقه القديمه. يعني معاناه اشد. هم طلعوا من معركه من قصف من هذه ناس تعبانين نفسيا ماديا من كافه الجوانب. لا حد يمر لك لا حد يقول لك لا حد يعني حتى الغرب يمكن يسمعونا يمكن تبرعوا لنا بشيء فيات. هنا ماكو ساكته فقط. تعويضات ماكو. حفريات بالشوارع ناس مدوم وراء مي ماكو مقطوع اسبوع اكثر مي ماكو. يجي المسؤولين يجون ياخذوا فره درس ومشى. كل شيء ماكو. خوف الله على المنظمات عاد تجي. لو ما المنظمات ما حد يرجع البيوت. ناس مدوم وراء ناس تعبانه. خلي ينظر تحكون على العالم التعبانه. ناس تعبت فد مره. يعني البيت الساعه ما يقدر حتى انقاض ما يقدر يشيل من البيت ناس ما عدا. ناس تعبت فد مره. أتي يجيك مسؤول انتخبوني واحد اسوي كذا وكذا وكل شيء ماكو كله بتجيب
طالش مدارس ما كلها ماكو خف الله على المنظمات كلها ماكو خدمات ماكو شنو هي خدمات تعيينات شغل الشباب ماكو هسه اشوف هاي الشباب كلها عطاله ما كل احد ما حد يجي اكوين مدارس اكوين مستشفيات ماكو حتى ذاك خدمات ما فيها مجرد بس هيكل ومخليه هي المستوصفات على المدارس ماكو تروح الكادر موجود لا علاجات كل شيء ماكو تروح تك علاج براسون الصبقه زا 10 وين صارت المليارات 12 منو شد ناشد المسؤولي المحافظ كل شريف 10 وين صارت هسه الوزراء الجديد عادل عبد المهدي من ناشد وبش ينظر الحال هذه الناس الناس اللي عاده تفقد نسبتها من 100 15 20 50% الناس يعني قليله رجعت بس يعني الواقع في دمر يعني الناس رجعت هنا من لا تشارة ناس ما عندها احسن من يروح بغير مكان ايجارات 300 400 يقعد ببيته يسكن ينقل ماي بالجيل كانت ناس تعبانه في دمر يابا احنا نطالب بالتعويضات ونظل نروح ونجي على المحكمه وودي وجيب فايلات وكل شيء ماكو كل شيء ماكو قبض كل شيء ماكو قبض هاي البيوت كلها تفلشت من عاد العالم راحت انت ما عليك العالم ايش قد راحت ايش قد راحت ودي اسمع على الامن ودي على الاستخبارات على المحكمه على هاي كل شيء ماكو عماتك من تروح على بغداد هم ما ينطون كل شيء دحق عليها ايش قد مفلشه دحق على المدارس دحق على المستوصفات المدارس مفلشه تجي المنظمه تعمرها التربيه ما تقبل ليش ما تقبل لو معمر المدارس واكو ماي هنا عشان كل العالم رجعت دق عليها كلها مفلش دق على هذا البيت احد يقعد بيه الشهداء نطالب المسؤولين نطالب كل خير خي شوف لنا حال ما يصير هيك يعني انا نحن تحاصرنا يمكن 5 اشهر 6 اشهر ماكو منطقه ما راح بيها 200 300 واحد كلها تضررت ما حد ما يعوضنا بفلس ليش هيك يعني شنو ذنب هاي المنطقه ايش صار بيها ايش سوت المدارس هاي الاطفال دحق مثل هذا وين يروح يلا يداوم اشتراكات يطلع من الصبح مثل الورد هنا من ورا الحفريات يرجع عبالك كان بالجزيره من التراب والوسخ وال مستوصف مستوصف ماكو كل شيء مستوصفك واحد بباب جديد تعمر وماكو كل شيء تجي هاي انا سياره متحركه منظمات هاي ما تنطيك بس علاج هاي استلمتها بس هاي طعونه استلمتها يعني من الصبح ما عندهم بس هذه 1000 دينار ايش ما تفوت ينطوك هذه 1000 دينار زين لما اناشد المسؤولين المحافظ نحن نشوف يطلع يشتغل خي يشوفون كل الشوارع محفره هذه اخويا نحن بالزنجيل اللي صار لنا سنه ونص العالم متاذيه فرد مره والله متدمره ومتقشمره وكل العالم منطي فايلات مال التعويضات ومال فنحن نطالب الحكومه العالم خلي بس تمشي امر العالم لو يعني حتى لو بس هذا البيت المتاذي فرد مره جزء بسيط منه تعويضه وشغله ثانيه اخويا نحن كهرب ما عدنا صار لنا سنه ونص مدوا بس البواري ومشوا والمجاري العالم متقشمر تقشمره بيها هاي السنه راح يجي شتاء وامطار وامطار يعني هاي العالم كلها راح تتاذى اخويا فنحن نطالب المسؤولين وطالب الخيرين تعويض العالم تمشيه الامر الناس المدارس يعني انا بضحك هاي العالم هسه باقي المناطق خاصه المنطقه القديمه العالم متاذيه بيها كثير لا مدارس وماي شيء قليل كهرب مدوا له ماي مال 10 امبيرات نحن نريد وطني العالم اموره داتشه تعبان اخويا فرص عمل ماكو فرد مره الناس وضعيتها تعبانه اخويا بالنسبه للتعويضات احنا طلعنا لجنه مال الكشف على التعويض مال بيتنا ما طلع الا ماخذ 50000 منطينا فايلات وكل شيء ما حصلنا هاي المنطقه بصوره عامه المنطقه القديمه كل شيء ما محصلين تقدم فايل تروح تراجع فعرقله بالروتين هو الروتين عرقله ما كل شيء ما محصلين الشوارع كلها طين باكر بعد باكر المطر العالم راح تتبهدل يعني ما اعرف ايش اقول لك هاي العالم فوق الضيم فوق لا كل شيء ما محصله
وهاي الشبابين متجمعة كلها تشتغل بالمنظمات عمالة يريدون يعيشون. وأنا بالنسبة لي أنا كنت أداوم بالجيش قوة جوية قاعة المثنى الجوية مطار بغداد الدولي، انفصح عقدي أنا كنت مجهز وصارت حداد دواعش انفصحوا عقدي. أنا أريد أرجع لدوامي أطالب بعدد مفسوخين كلهم الموصل بغداد البصرة كلهم كلهم من الشمال أجوا شكوا واحد مفسوخ عقده من وزارة الداخلية والدفاع نطالب عودتهم. يعني أنا أسعى أنا ميكانيك على الطيارة سرب 33 انت نوف قاعة المثنى الجوية أسعى أنا أشتغل أنا عامل والشغل مو عيب أنا على أخدم منطقتي وأخدم جماعتي هنا شغل مو عيب. يعني أنا تعبان خريج كل شيء ما محصلين بحياتنا وهسه نطالب يوميا طالعين راح نرجعكم وراح نرجعكم. أنا التقيت قبل الانتخابات الدكتور خالد العبيدي حكيت معاه قلت له أبو احنا مفصوخ عقودنا قالوا بعد الانتخابات إن شاء الله قلت له أكيد إن شاء الله قال إن شاء الله ورا الانتخابات وجت الانتخابات وخلصت الانتخابات وكل شيء ماكو يا يجي يحكي براسنا راح نرجعكم راح نرجعكم كل شيء ماكو. أنا أطالب بالعودة مالتنا احنا مفصوخ عقودنا احنا المظلومين اكو ناس تعبانه ناس ما ناس حتى اكو شباب اكو شباب ماكو والله العظيم انتحرت من ورا الضيم. هسه هذول هسه المنتسبين اللي انقتلوا هسه اللي قتلوهم الدواعش ها يعني يروحون يطالبون حقوقهم والله روح يسوي لنا مسح ميداني عليه. إيه هو عسكري هو ميت هو عسكري يعني شلون اخويا بالنسبه لي اني احنا بيتنا المربع على خير اللي على المي كلها تراب احنا قاعدين ايجارات أنا بالنسبة لي قاعد إيجار أهلي قاعدين إيجارات بالنسبة للعالم اللي عايش هنا والله العظيم الله يعينهم يعني كهرباء تعبانة الماء يجي وما يجي باكر مطر هسه مطر هسه كل المناطق بيها جثث هسه الريحة تطلع على العالم كلها أمراض أطفال يعني الباحة أنا الباحة شفت أطفال اثنين يلعبون برمانة بالقليعات. يا باي منطقة القديمة معاناة يعني فقد مرة لا ماي حلو ماكو زين أنقاض الشوارع ما يبلطوه كله طساد كهرب عشان بيرت يعني السلام بيرب 6000 فقير إذا ما عنده مين يجيب أنا من الناس طلعته 15000 ضلوا 3000 علي وأنا السعد دام هوني بالمنظمة شغل ماعب يوم ماكو يوم ماكو هسه كلتنا عن الصندوق الفلوس كله شهر زمان يبطلونا كلتنا والله هو لان المسؤولين اللي يزوركم هنا شنو يوعدوكم شو يحكي مع يعني شو ماكو ولا مسؤول ما حد ما يزورنا ماكو ما حد ما يجي بس يعني سيد المحافظ ما تجي على الخيمه ماله هنا يعني نطلع نحكي معاه وهاي والمختار ما يخلي القصور يعني مختار المنطقه زين بالنسبه للمستشفيات مستشفيات ماكو انا من الناس هسه الفقي هذا الفقي دحر هذا الفقر هسه أنا ما الله وكيل جسمي كله يأذيني ماكو وين بروح ماكو لا مستشفى لا والمختار يعني يشتغل والله المختار ما يخلي قصره فارس المختار هو ولا علي ما خلونا قصور زين ومدارس ماكو يعني بس مدرسة واحدة الحفصة بس ماكو يا يعني تعويضات ايش احكي لك انت يا اخوي ما حد ما يعوضهم يعني الله يعينهم والله عالم جوا الانقاض انا من الناس اختي جوا الانقاض هي والأطفال أنا من الناس أختي جوا الأطفال بيشكي بالصواريخ مع الطيارة ما حد ما يعرف ويني هي وأطفالها ورجلها رضيعتي وأنا بيتي يعني قاعد بالقديمة قاعد أنا بالنبي جرجيس شلون عايش أنت يوم والله أكلي والله أكلي وشربي على الصدقات على العالم الخيرين يجيبوا لي مساعدات المنظمة تجيب لي بس الحمد لله عاد أشتغل ألف الحمد لله. احنا من محافظة نينوى احنا اللي بقينا بالموصل اكثر فئة عانينا اكثر فئة انظلمنا اكثر فئة انطينا التضحيات لحد الان 14 سنة خدمنا بهذه البلد وخدمنا هذه المدينة وما حصلنا كل شيء بقينا 4 سنين حصار مع الدواعش نحن الجنود جنود الجيش العراقي اللي بقينا بالموصل لحد الان ما حد راجعنا لحد الان ما حد طالب
بشغلتنا، هم بقينا هم حصار، هم كثير من عندنا تذبحوا، كثير من عندنا مخطوفين، لحد الان نريد حقوق الضحايا، الانفجارات اللي صارت، الاعدامات بالشوارع الميدانيه بحق الجنود من الجيش العراقي. نريد النواب الموجودين عن الموصل يدافعون ويحجون، الجميع الموجودين اللي بقوا بالموصل اخذوا حقوقهم مثل ما يقولون على دوز باره. بيوتنا راحت، اطفالنا، اطفال اثنين راحوا لي بسبب سوء التغذيه، بيتي انهجم، بيتي راح، وكثير من عندنا، وبعد اكو ناس مفقودين، اكو ناس لحد الان ما حد يعرف مصيرهم شنو، اكو هالايتام، هذه جيوش من الايتام، افواج من الارامل، لحد الان ماكو اي دعم من الدوله، اي دعم حكومي ماكو، الدعم اللي يصير بالمنطقه القديمه من المنظمات والخيرين فقط. لحد الان ما حد جانا، اي مؤسسه حكوميه ما جتنا، كل شيء ماكو. نحن نريد نريد ماء، نريد كهرباء، نريد مدارس نظيفه، مدارس جيده، نريد مراكز صحيه، نريد عمل لهالشباب العطاله بطاله الضالين بالمدينه. لحد الان قاعدين ببيوتنا ونصرف من جيبنا وكل شيء ماكو. يعني هسه اذا تريد ابسط شيء، اذا تريد تروح الدكتور لازم تركب تاكسي وتروح. نريد اغاثه من الحكومه، قلها على البطاقه التموينيه، يفترون كل شخص ساكن بهالمنطقه هذه، تعال اخي انت ساكن بهالمنطقه، خلك هاي معونه، خلك بلد ايجار. ايه نريد من الوكاله، نريد هاي السنين اللي راحت من عندنا من البطاقه التموينيه، خلي ينطون. شنو هاي الحكومه؟ كل شيء ماكو.